تواصلت لليوم الخامس فعالية قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ، حيث شهد اليوم انعقاد عدد من الجلسات وورش العمل. وشهد اليوم افتتاح فعاليات يوم العلم ضمن فعاليات القمة، كما شهد اليوم الخامس من المؤتمر جلسات مخصصة للشباب وأخرى لتطوير المدن الذكية والتحول الأخضر وكيفية تسخير التكنولوجيا للحد من انبعاثات الكربون وسبل حماية البيئة في وجه التغيرات المناخية.